عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ جيت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هقول لكم الروتين الشاور اليومي بتاعي بالنسبة للشعر وبالنسبة للجسم. بس قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كتير جدا قوي وتدعموني ده لو الفيديو عجبكم طبعا. ولو انتي اول مرة بتشوفي القناة احب اعرفكم بنفسي، انا جيسي محمد، مساعدة صيدلي خبرة 5 سنين، مهتمية بمجال العناية بالشعر والبشرة والجسم. فما تنسيش لو القناة عجبتك تعملي اشتراك للقناة حالا وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انزله باذن الله. تمام، يلا بقى بينا ندخل على الفيديو. اولا كده روتين الشاور بتاع كل يوم سواء الصبح او بالليل، او من الافضل طبعا الاثنين ان انت تاخدي شاور الصبح وبالليل بالذات ان احنا في الصيف يعني. ثانيا الشاور اليومي طبعا، احنا شاور يومي يعني احنا بناخد شاور كل يوم، فاكيد مش كل يوم هنغسل شعرنا. تمام، غسيل الشعر ده بيبقى مرتين في الاسبوع، والمرتين في الاسبوع دول بيبقوا اللي هما المرتين بتوع الشاور الاسبوعي. فالشاور الاسبوعي برضو ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو عنه الشاور بتاعي يعني بالخطوات. تمام، فاحنا دلوقتي في الشاور اليومي، فتحنا الشاور اليومي يعني بقية الايام بقى غير اليومين دول اللي هما اليومين اللي في الاسبوع دول احنا طبعا مش هينفع ان احنا ايه نغسل شعرنا. تمام، فطبعا اول حاجة ان احنا هنعملها طبعا هنخش تحت الدش بقى ونفتح المية بقى، وبصوا من 6 لـ9 بقى يعني نبلي بقى جسمنا، ومن 6 لـ9 واقفين تحت الماء عادي جدا، محدش ليه حاجة عندنا قشطة. بس بعد كده طبعا بعد ما بنبل جسمنا طبعا بقى عشان تضمني ان ما فيش اي مية تيجي على شعرك، بتلبسي اللي هي البونيه بتاعه الشاور، هسيب لكم الصوره بتاعتها فوق عشان انا بتاعتي باظت ولسه جبتش واحده جديده. تمام، بعد كده بنبل بقى جسمنا عادي جدا، وبعد كده بنجيب اسمه ايه ده يا ربي، الصابونه بقى، الصابونه اللي هي الطبيه. تمام، لو انت هتغسلي جسمك بصابونة فيفضل انها تكون صابونة طبية، جاريت نبعد عن الصابون اللي هو التجاري اللي هو الفا والحاجات دي واللوكس والجو ده، لان ده بيبقى فيه كيماويات وفيه روايح وده يعني غلط على الجسم. فخلينا جسمنا نستعمله صابونة طبية تكون مخصصة ليه. تمام، ايا كان بقى الصابونة اللي انت هتجيبيها على حسب الغرض اللي انت عايزاه، مثلا صابونه للتفتيح، صابونه لتفتيح الجسم، صابونه لو في حبوب في جسمك، صابونه لنضاره الجسم كده يعني. تمام، انا بحب استخدم صابونه البابايا للجسم وللوشي برضو عشان خاطر بحس ان هي كده بتدي يعني تفتيح كده للجسم وبتدي له شكل حلو قوي. وطبعا انا اكيد خنقتكم كلام عنها، بس بجد والله العظيم هي تستاهل قوي 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 قوي. انا هسيب لكم الصوره بتاعتها برضو فوق لان هي برضو خلصت من عندي وانا لسه ما جبتش واحده جديده. تمام، فانتي الصابونه بقى اللي عندك بتاعتك هندعك بقى جسمنا بالصابونه. تمام، وبالليفه، بس مش هندعك جسمنا بقى ايه بالليفه المغربيه او الليفه اللي هي العاديه دي اللي هي بتاعه النظافه اللي هي الخشنه، هسيب لكم برضو الصوره بتاعتها لان هي مبلوله في الحمام فانا ما عرفتش ان انا اجيبها لكم اوريها لكم. تمام، فالليفه اللي هي الليفه المغربيه او الليفه اللي هي الخشنه دي ما تنفعش في الشاور اليومي. تمام، لان حته ان انت تستعملي ليفه خشنه على جسمك كل يوم ده غلط جدا جدا جدا، بيهلك بشره الجسم فعلا بمعنى الكلمه. فاحنا هنستخدم الليفه اللي هي بتاعه الشاور جل. تمام، لان هي بتبقى رقيقه قوي على الجسم وفي نفس الوقت بتقضي الغرض اللي هو بتاع ان انت تنضفي جسمك، بس يعني عايزه تنزلي اي حاجه من على جسمك وكده فهي بتقضي الغرض يعني. هسيب لكم برضو الصوره بتاعتها عشان هي برضو في الحمام ومبلوله فمعرفتش ان انا اجيبها لكم. تمام، بس بنرغي الليفه عادي وبندعك جسمنا بيها بالصابونه، وبنسيب الصابونه بقى دي على جسمنا لمده 5 دقائق. بعد كده بنغسل بنشطف جسمنا مطرح الصابونه عادي. تمام، وبعد كده برجع نغسل الجسم بالشاور الجل اللي عندك. انا بحب استعمل شاور جل جونسون،
ده تمام، ده بالبابايا سعره عامل 25 جنيه، متوفر في اي صيدلية او في اي محل عادي بتاع مستلزمات او حاجات عناية للجسم وكده، حاجات يعني البنات وكده. فانا بحب استعمل الشاور ده بالبابايا، بالذات بقى لما ابقى مستعملة صابونة البابايا كمان، فبابايا من هنا وبابايا من هنا، واقدرش اقول لكم على كمية التفتيح وكمية النضارة اللي بتبقى في الجسم اصلا، تحفة. بجانب طبعا ان هو ريحته خرافة جدا اصلا. تمام، انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، يا رب يكون شكله واضح معاكم. تمام، بعد ما بنغسل جسمنا بالشاور، تمام، بنشطف جسمنا بقى عادي، وبعد كده ايه، بننشف جسمنا بأي فوطة قطن بطريقة الطبطبة. بلاش، يا ريت يعني بلاش شغل اللي هو التسييق ده رايح جاي ده، تمام، لانه غلط جدا على الجسم. هو بطريقة الطبطبة كأنك بتطبطبي على جسمك، وبرده يعني ما تنشفيش جسمك قوي، سيبي جسمك مندي حاجة بسيطة. تمام، بعد كده الخطوة اللي بعديها بترطبي جسمك بأي مرطب جسم عندك، كريم يعني او لوشن للجسم او اي زيت عندك ينفع للجسم. برده خطوة الترطيب دي يا جماعة اقسم بالله مهمة جدا 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 جدا. كل ما تاخدي شاور لازم ترطبي جسمك، سواء في الصيف او في الشتاء او في الشتاء. وحتى لو انتي اخدتي شاور 10 مرات في اليوم، تخيلي بقى كل مرة من ال10 مرات لازم ترطبي جسمك، لان بجد لو عملتوا كده على المدى البعيد هتعرفوا اهمية الخطوة دي جدا بالنسبة لكل حاجة، بالنسبة للسيلوليت الموجود في الجسم، وبالنسبة طبعا لنعومة الجسم والتفتيح ولكل حاجة. انا بقالي فترة بصراحة برطب جسمي بزيت الزيتون، تمام، ده هو انا يعني مشتريه اللي هو العبوة الكبيرة، تمام، بس انا ايه، انا يعني معبية حبة كده في ازازة بخاخة، بحيث ان هي ايه تكون سهلة الاستعمال، يعني بحيث ان انا ارش بيها على جسمي دايركت وكده. برش على الجسم وببتدي بقى يعني ادلك الزيت في جسمي كله، تمام، بمعنى الكلمة هتحطي المرطب، بس على حسب يعني المرطب، تمام، على جسمك كله، وتستني يعني بتاع 5 دقايق كده، ما تلبسيش على طول، عشان الترطيب اللي انت رطبتيه ده يعني الجسم يتشربه وما يتمسحش في الهدوم. خلي بالكم من النقطة دي جدا، تمام. بالنسبة لمنطقة الاندر ارم ومزيل العرق، انا واحدة بصراحة مش بفضل ان انا احط مزيل عرق طول ما انا قاعدة في البيت، لان بصراحة كفاية قوي يعني ان احنا طبعا المفروض لما بننزل بنحط مزيل عرق، فانا مش ببقى حابة ان انا اعمل لود على المنطقة دي، على المسام يعني، على المسام بتاعة المنطقة دي. فانا بفضل وانا قاعدة في البيت ملوش لازم ان انا احط مزيل عرق. اقل حاجة لو حسيت نفسي اي عرقت او حاجة بخش اخد شاور تاني، فهمني. بس مثلا لو نفترض ان انت بتحبي تحطي مزيل عرق حتى وانت قاعده في البيت، تمام، فانا بحب استخدم كريم زنك اوليف، تمام، ده بتاع الاطفال، ربي يكون شكله واضح. الكريم ده بتاع الاطفال، بتاع التسلخات والحفاضات وكده، بس هو بينفع ان هو يعني بيغطي على ريحة العرق، تمام، هو مش بيمنع العرق، يعني مش بيمنعك ان انت تعرقي، لا بيخليكي تعرقي بس مش بيخلي العرق يبقى ليه ريحة، تمام، لان هو مكوناته طبيعية وامن جدا 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 وحلو قوي. مكوناته زي ما قلت لكم طبيعية وبيفتح المكان. هو مكوناته اكسيد الزنك وزيت زيتون وزيت خروع، تمام. بتحطوا منه حتة صغيرة قوي، لان هو عيبه الوحيد ملمسه تقيل جدا يعني، وهتلاقي حتى نفسك وانتي بتحطيه وبتفرديه بيتفرد بصعوبة، فهي نقطة منه ما تقطعيش، تمام. هو سعره عامل 24 جنيه، متوفر في اي صيدلية. بعد كده، بعد ما تحطي مزيل العرق، بنلبس هدومنا بقى عادي. وبحب ان انا اجيب، بحب ان انا ارش سبراي على الهدوم او مثلا برفيوم اللي انت بتحبيه، تمام. انا يعني وانا قاعده في البيت بحب ارش البرفيوم ده، سوري السبراي ده، بادي سبراي، تمام. يا سلام بقى لو انت عندك بادي سبلاش، ده بترشي منه بسيط على الجسم ذات نفسه قبل ما تلبسي دايركت، تمام. انا برضو ان شاء الله لسه هجيب بادي سبلاش، لان البادي سبلاش اللي كان عندي خلاص، كنت بستعمل بادي سبلاش من اماندا، تمام. فلسه هجيب.
بس. ويبقى كده الشاور اليومي خلص، ويبقى الفيديو خلص. يا رب اللي يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ومن تجربتي، واستنوني فيديو جديد تاني بإذن الله.